تتكلم على الاهلي براحتك، بس انا شايف حاجه ملحوظه مهمه في النادي الاهلي، في تشكيله النادي الاهلي دلوقتي. مارسيل كولر بيحط تشكيله، التشكيله دي اتفقنا اختلفنا عليها، هي تشكيله بتلعب المباراه، بتلعب شوط اول، بتلعب 45 دقيقه اولى، فيها بعض العناصر زي ما شفنا قفشه وعبد القادر ما ادوش بشكل كويس، بقى دكه النادي الاهلي مارسيل كولر مجهزها بشكل كويس جدا، انه في لعيبه تقدر تنزل تغير من شكل الفريق، في لعيبه تقدر تنزل تصلح الاخطاء اللي كانت موجوده في شكل الفريق، شفنا ده في الشوط الثاني وتعدلت كثير من الامور، وكل تغييرات مارسيل كولر النهارده كانت موفقه بشكل رائع. ما اعرفش انت متفق ولا لا، بس الاهلي كمنظومه او كفريق بقى فريق شبه متكامل بالعناصر الاساسيه والعناصر الموجوده على الدكه. مفيش خلاف يا كريم، مليون في الميه الاهلي عنده قائمه من اقوى القوائم في افريقيا، في مصر بس القائمه بتاعت الاهلي. صفقات يناير في الاهلي اضافت للاهلي تقل كبير، خلينا نقول ان عوده كهربا اضافه كبيره جدا، الاهلي بيدور على مهاجم، جاله مهاجم كان موجود معاه طلع الراجل اقوى مهاجم دلوقتي موجود يعني اعتقد في الاهلي، الراجل رقم واحد بتهيألي، هو الراجل رجع لمنتخب مصر. كهربا بيعمل كل حاجه، الاهلي زود مروان عطيه اضافه كبيره جدا جدا جدا، الاهلي زائد خالد عبد الفتاح راجل بيلعب باك رايت وراجل بيلعب مساك، وحط عليهم كمان القندوسي، اربع صفقات يعني لو اعتبرنا كهربا موجود اربع صفقات تقال جدا. في فلكسبيليتي، في صفقتين كمان رائعتين جدا للنادي الاهلي، فيرسي تاو وحسين الشحات، طبعا مليون في المية. الاثنين دول نسخه مغايره تماما تماما منذ انضمامهم للنادي الاهلي، مليون في المية. بص خلينا نقول ان دول اكتر اثنين يتقال مارسيل كولر، اكتر اثنين تقول ان يرتبط تطورهم الكبير ده بكولر، لان هو التطور ده ظهر السنه دي مع الراجل. فيرسي تاو كنا كلنا بنقول ولغايه فترات قليله بيلعب ماتش وبعدين لا في الصيف ازاي الاهلي ما باعوش في الصيف يعني كان لا خلاص. ولغايه فتره قريبه بيلعب ماتش كويس قوي وبعدين فجاه لا، هو الراجل دلوقتي بقى له 3 4 5 6 ماتشات كونسيستنت، هو مساهم غالبا في 5 اهداف مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا، الراجل افكتيف جدا، الراجل فعال جدا على الجون، هو ده الفورمات اللي لازم يكمل بيه مع الاهلي. صح. حسين الشحات هو افضل جناح في النادي الاهلي، يعني افضل اثنين لعيبه في الخط الهجومي الاهلي هم كهربا بالنسبه لي وحسين الشحات، بيرسي تاو وراهم على طول، لكن حسين الشحات نسخه مختلفه تماما عن اللي كانت موجوده، الراجل هتحطه يمين هتحطه في قلب الملعب افكتيف على الجون، بص بينزل الجون فين سلام عليكم انا جاي اسجل. صح. مجهود بدني كبير جدا الراجل، حتى لما الراجل بيحتاجه انه يرجع يلعب كجناح بيساعد ناحيه الباك رايت بيعمل كل حاجه. الحقيقه تحيه كبيره جدا لحسين الشحات، والتحيه الاكبر ليه في الظروف اللي هو فيها، طبعا خالص العزاء ليه في وفاه في حاله الوفاه اللي عنده في والده، الراجل عامل جيم كبير جدا وافكتيف يا كريم. الجون الثالث استلم الكوره قطعته في الجون الاول، بص بقى القطعه دي مع كامل احمد عبد القادر ما عملهاش ولا مره. وهنا ده مش عيب عبد القادر، دي خصائص لعيب ولازم المدرب يبقى عارف او اللعيب الجناح ده يبقى عارف ان انا مطلوب مني اخش مره، لا قفشه ما عملهاش ولا مره، والراجل نزل عملها مرتين، مره جون ومره اخذ الكره من على البعيده في المكان اللي بيلعب فيه اللي هو اصلا مش على عدلته وسجل منها. الاهلي حاليا يمتلك قائمه فيها غزاره كبيره، فيها فلكسبيليتي، تقدر تلعب عندك مجموعه كبيره اللعيبه، انت كمان لو بصيت زي ما انت قلت طاهر مثلا مش موجود، عنده لعيبه كتيره مش متواجده النهارده، ديانج بياخد وقت قليل جدا، ولكن ده يوقفنا عند مروان عطيه. مروان عطيه انا بالنسبه لي طبعا كل اللي عمل جيم كبير، بس مروان عطيه بالنسبه لي مان اوف ذا ماتش، نجم اللقاء الاول. الجون الثاني غير غلطه، الجون الثاني جمال تمريره بيرسي تاو من قبليها تمريره مروان عطيه، هو اللي الكوره امرقص وحاططها له قطع بيها 3 4 لعيبه وادى بيرسي تاو. فمروان عطيه الجون الثالث بتاع حسين الشحات، بص الكوره الاسيست اللي عمله له عرم الكوره، يعني بطن رجله لفت ازاي عشان تودي الكوره على رجل ساعتين منهم واحده شوطه باد لك جت في العارضه وشوطه ثانيه. مروان عطيه دفاعيا هجوميا احسن لعيب في نص ملعب النادي الاهلي حاليا، واحد من افضل لعيبه نص ملعب في مصر، واعتقد وجوده في المنتخب اضافه كبيره جدا ليه، حتى لو دلوقتي مش هياخد، بس وجوده مع فيتوريا هيدي له اكتر من كده. مروان عطيه اكتر من هايل، صفقه كبيره، وبعدين شخصيه راكز ثابت 50,000 60,000 بلعب قدام الزمالك، بلعب ماتش اساسي زي ده، لا ادوار دفاعيه هجوميه هايله، كورته حلوه، باسير بياخد الكره ويروح بيها ما بيخافش، حتى تاكتكس اول ما علي معلول بيتحرك بيبقى هو نازل فاتح ناحيه الشمال كانه الباك رايت يساعد فابونا، اللعب بيضغط عليه، عنده قدره انه يقاوم الضغط بطريقه كويسه جدا، ان لما بيضغط عليه بيعرف يقف على الكره ويطلع الاهلي بيها. في الحقيقه تحيه مروان عطيه النهارده جيم ولا اروع.